يبقى معنا من جزيرة لابالما مراسلنا معاذ حامد. أهلا بك معاذ. سأبدأ معك معاذ من حيث انتهيت في تقريرك عن خطورة وصول الحمم إلى المحيط وما وقد تؤدي أو يؤدي ذلك إلى تشكل الضباب الحمضي. تحدثت مع خبير أيضا في التقرير، أخبرنا أكثر عما أخبرك عن خطورة ذلك وكيف يمكن أن تمنع السلطات وصول هذه الحمم إلى المياه. يعني في الحقيقة الحمم البركانية الآن تبتعد عن البحر بما يقارب 2 كيلو متر فقط، والحمم البركانية يعني تمشي بسرعة 120 مترا في الساعة الواحدة. في حسبة بسيطة من الممكن أن تصل هذه الحمم إلى البحر خلال 20 ساعة مقبلة، لكن الخبراء هنا حذرون في هذه التوقعات ويقولوا هنالك استقرار بسيط في حجم الحمم البركانية التي تمشي، ومن الممكن أن لا تصل. هذا احتمال بسيط كما قاله الخبراء هنا، لكن يتم إخلاء في هذه الأثناء أحد الأحياء الرئيسية وهو من خلفي الذي يحتوي على أكثر من 1300 شخص تم إخلاءهم بسبب وصول الحمم البركانية. السلطات حاولت بشكل يائس أن تقوم بحفر خنادق لحرف الحمم البركانية عن المنازل لكي تسلك إلى الأودية، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل. أيضا كان من الواضح أن الخبراء ليس لديهم تخمين حقيقي حول عدد الأيام الذي من الممكن أن يستمر خلاله الثوران، لكن يقولون أن تاريخيا البراكين التي انفجرت في هذه الجزيرة تراوحت ما بين بقيت 24 يوم إلى 84 يوم. إذن هنالك فجوة في عدد الأيام، ولكن من المؤكد أن هذا البركان لن ينتهي خلال أيام قليلة قادمة. طب حجم عمليات الخسائر، الإخلاء مستمرة، فقط يسمح للعائلات بإخلاء الأشياء الضرورية من منازلهم. معاذ، حجم الخسائر المقدرة حتى الآن من خلال يعني إخلاء الكثير من الناس، وهناك أيضا طبعا السلطات الإسبانية تقوم أيضا بالعديد من الإجراءات من أجل حماية الأرواح، هل هناك تقدير حتى الآن لحجم الخسائر؟ نعم، هناك الخسائر المادية أكثر من 350 منزلا دمر فعليا، ولكن في الجانب الآخر هنالك قطاع من أهم القطاعات الزراعية هنا وهو قطاع الموز. قطاع الموز هنالك جرس إنذار بسبب أن الحمم البركانية أتت على أكثر من 154 هكتارا من الأراضي الزراعية، وهي هذا المورد الرئيسي والأول في جزيرة لابالما التي تدر الأموال على هذه الجزيرة. هذا القطاع تأثر بشكل كبير. اليوم ونحن قمنا بعمليات التصوير شاهدنا عدد كبير من الشاحنات تقوم بقطف سريع لبعض الثمار عن الأشجار وإخلائها قبل وصول الحمم البركانية، والسلطات سمحت فقط بساعة واحدة للعائلات ولبعض المزارعين لأخذ بعض المعدات من تلك المنطقة. حتى نعم، الآن لا يوجد تقدير حقيقي حول الخسائر أو كلفة الخسائر هذه، لكن الحكومة المركزية أعلنت المنطقة منطقة كوارث، وهو ما يسمح للحكومة المحلية في جزر الكناري بطلب التعويضات وطلب الإمدادات. وأيضا هنالك أنباء عن أن الاتحاد الأوروبي استعد لدعم هذه الجزيرة بسبب هذه الكارثة التي تحدث في هذه اللحظات. شكرا جزيلا لك من جزيرة لابالما مراسلنا معاذ.